اللي هو الشركة العامة للكهرباء عندها شبكة ضخمة من الفايبر فوق الأرض، اللي لا لا هو اسمع، فهمه لي بالضبط. وين يجي مكان على البرج؟ أوكي عندنا برج الضغط العالي 220 كيلو فولت، مرات ثلاث خيوط على اليمين وثلاث خيوط على اليسار، صحيح هذوما فيز على اليمين فيز على اليسار، اللي هو خطين ماشيات. صحيح. في خط فوق اللي هو لما تشوف البرج فيه ثلاثة يمين وثلاثة يسار، في خط فوق، الخط اللي فوق هو يمتص الصدمات اللي هو الرعد، الرعد ومن داخل محش ومن داخل فايبر اوبتيك اللي هو خيط الياف بصريه. الكابل هو يغطي ليبيا بالكامل، يسموه فيها الرينج في شركه الكهرباء. طيب، الكهرباء واحدة واحدة بس، باش نبسط كلامك انا باش يفهموك كل الناس. امين باهي، معناها الكلام حرفيا اي حوش يوصل له الكهرباء في ليبيا المفترض انه يوصل له انترنت في غاية السرعة، والمفترض انه هو بعشر حقه اللي قاعد ياخذ فيه توه. الشركة العامة للكهرباء في شن تستخدم في الفايبر، هو تستخدم فيه مكالمات أرضية، وتستخدم فيه إنترنت بالكيلو بايتات لبعض الموظفين أو في بعض الأماكن، مكالمات وتغطي أرضية فيه للشركة العامة للكهرباء مش للاتصالات. الشركة العامة للكهرباء. إيه يعني تستخدم في كيلو بايتس، يعني باش تسكر حاجة باش تفتح حاجة، مش للإنترنت، للناس. سرعة نتكلم من 80 ل 100 جيجا، يعني سرعة عالية جدا، استخدامنا ليه صفر، بمعنى الصفر. به يعني سؤال آخر، حوار سؤال آخر، سؤال آخر، هل المواطن وهذا شيء مهم جدا جدا بالنسبة لي، يعني شيء في غاية الأهمية، هل المواطن في بن عاشور حيحصل نفس سرعة الإنترنت اللي موجود في وباري ولا لا بهذا الحل، بحل الكهرباء؟ يحتاج شغل داخل المدينة، هو الفايبر واصل بين المدن، في الشركة العامة للكهرباء أبراج 220 واصلة بين المدن، نحتاج حلول بعدين داخل المدن، اللي هو تحفر المدينة تحط مقسم في كل مدينة في كل منطقة، بن عاشور مثلا الفايبر واصل. بعد ما تحط المقسم، هل يوصل الإنترنت إلى كل حوش شركات خاصة، أفتح الباب لشركات خاصة 300 شركة وأفتح لهم في دي اس ال كلهم. كلهم يديروا مقدماتهم في المناطق ويشتغلوا كلهم ويحفروا المدينة كلها، والأمور تمشي ممتازة، كل الناس تحصل الإنترنت. أعطيني لو سبب، هذه أعطيني سبب. نبيكش ما نبيكش ما نبيكش تكون ذكي باهي، ما نبيكش تكون ذكي، وأنا نتحشم نقول لك يعني شنو هو حجم الغباء اللي عند الشركة العامة للكهرباء وعند الاتصالات اللي عندهم كنز زي هذا، يقدروا يستفيدوا منه في تحصيل فواتير الكهرباء، يقدروا يستفيدوا منه في قطع الكهرباء على المنازل اللي الناس ما تدفعش فلوس، يقدروا يستفيدوا منه في توصيل جودة إنترنت خيالية غير موجودة في ليبيا بالمطلق وبسعر زهيد جدا. كل هذه الأسباب يقدروا يديروها الاتصالات بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء بأن يحطوا الفايبر اللي جاي من إيطاليا يحطوه في الشركة العامة للكهرباء باش يمشي بالخيط اللي قلت عليه الفايبر هذا، وتتحول هذا الحلم لحقيقة. شنو هي الموانع؟ حتى لو كانت غبية يا ريت تذكرها لي يا سيد أمين. جملة إدارية واحدة باستمرار يقولوا فيها، عدم الاختصاص. يعني أنا عندي فايبر ممكن يطلع لي نص مليار سنويا إيراد، إيراد وإيراد عالي جدا، إيراد هات في ليبيا نتكلم عن 200 300 مليون إيراد. الكهرباء الكهرباء ممكن يكون أعلى، عارف ليش؟ أنا لما عندي فايبر ممدود من الشمال إلى الجنوب نقدر نفتح إنترنت في تشاد وفي النيجر. لما أنا كم سعر الجيجا في تشاد وفي النيجر؟ انا نعرف انها غاليه امين. شو اسمه، تشاد 23 دولار والنيجر 5 دولار. انت لما توصل لهم فايبر وتوصل فايبر للعمق الافريقي، انت راح تكون مؤجر كابل بحري وصلت للعمق الافريقي، يعني انت طلعت اضعاف مضاعفه من سعر الكابل اللي انت خادمه في الكهرباء، بدل ما هو ليه 15 سنه ملوح سؤال الاتصالات. اخر، سؤال اخر، كم جاينا احنا انترنت من عبر الفايبر اللي جاي من البحر، وكم مفروض يخش للليبيين؟ كم مفروض يخش حسب مأجرين وفي معلومات من داخل، اللي هو تقريبا من 700 الى 800 جيجا بت في الثانيه. وكم اللي يستهلك فيه المواطن فعليا؟ اللي نستهلكه فيه ليبيا بالكامل 280 الى 320. الباقي كله هادر احنا نأجره فيه وخلاص، ما نستفيدوش منه. ما نستفيدوش منه. ليش؟ لان الاكويبمنت او المعدات اللي مدايرينها اللي هو الجيت واي مش ما ياخدش الكباسيتي بالكامل، ياخدش هم عندهم القدره يطوروا، لكن لما يجي يطلب اعتماد
ب 70 ألف أو 100 ألف دولار شركة اتصالات تسوى 100 مليون يطلب اعتماد ب 70 ألف دولار، المركز يقول له لا تمت حصتك في الاعتمادات. قصدي مش معقولة قطاع متطور متنامي في العالم توقف على 70 ألف دولار سعر فايرول ولا راوتر. قصدي يعني مصدوم في كيف انك تبي الدوله تستمر والقطاع ينمو وانت موقف عليه انه يستورد بطاريات وراوترز وشويه ابراج. يعني الدوله تحارب في القطاع الشركات علشان نفوذ. يعني انا يعني نشوف في رئيس الهيئه ورئيس القابضه يتعارفوا على الشركات، الشركه بينما لما تجي تشوفهم ترى تعرفوا لي على البريد، ما حدش تعرف على بريد ليبيا، تعرفوا على هاتف ليبيا، لا يتعاركوا على الشركات تطلع في فلوس، باي ما دام انك تتعارك عليها ترى نموها، ورونا شطارتكم كيف تخليها عندها ايراد عالي جدا وتخش استثمارات ثانيه وتدير علاقات كويسه مع الدوله، يعني تكون عندها حظوه عند الدوله. هذا اللي مش شايفه يعني بصراحه نشبح في الدوله كيف ماشيه بعد 5 سنين الانترنت راح يولي زي الكهرباء اليوم.